نولي ان شاء الله الا التلفزيون او السينما او الركح، ما نولي ان شاء الله بحول الله. ما باعتش كثير يعني، إيه كيما الناس كامل تبعتها، ويعني على حسب الظروف يعني المعيشيه، الظروف الحياتيه، لاباس ما شاء الله ما شاء الله. نعم الاخت بهية راشدي يعني مع بعض مده اكثر من 40 سنه في المسرح والمجموعه الصوتيه، وكنا خذينا بعض الدروس في مع مشايخ يعني كبار، مرسي صلاح الدين يعني مشعل وغيرهم وغيرهم صاروا وجزائريين، كنا مع بعض في قسم واحد يعني، كلها كل تقدير والاحترام والمحبه. سي عجيمي، كيفاش تشوف اليوم الدراما الجزائريه ولا الاعمال التلفزيونيه الجزائريه؟ فيه اعمال تستحق انها تكون؟ لا ما شاء الله ماشيه الامور، ماشيه ما انسان ما يبالغش في، لا لا باس لا باس والله غير لا باس. المؤمن مصاب ولكن الحمد لله الحمد لله.